النهارده في حلقه جديده هنا على هوم سينما. النهارده هنعمل ستيفلر رياكشن جديد بتاع مسلسل رمضاني جديد، مسلسل الجديد بتاع ياسمين عبد العزيز واللي هو نحب تاني ليه. مش من محبين ياسمين عبد العزيز قوي اكون صريح معاكم، بس برضو بحب ان انا ادي فرصه للتريلر او يمكن التريلر يطلع حلو ونتفرج عليه. زي ما كنت قايل في فيديو من الفيديوهات اللي فاتت ان انا بصراحه السنه دي مش هايبت خالص بالنسبه لاي مسلسل في رمضان. زي ما قلت النهايه هو الوحيد اللي شددني وده اللي عمال افكر فيه بس بالنسبه لمسلسلات رمضان، غير كده صفر هايب بالنسبه للمسلسلات التانيه. يعني النهارده معانا المسلسل بتاع ياسمين عبد العزيز. طبعا كالعاده ما شفتش ده اوفيشال تريلر، ده مش تيزر، الحمد لله هنخش على طول في الاوفيشال تريلر. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، هنشوفه دلوقتي لاول مره. يلا بينا. انا مراد جهاد السويفي راجل اعمال، وانت غالية عبد الرحمن مهندس الديكور. وزي الامر انت علاقتك بالراجل ده؟ عيب يا عبد الله، غالية مش بتاعت الكلام ده. اللي بيعمله معاك يا عبد الله هو اللي ابوك كان بيعمله معايا بالملي. بعد كل اللي حصل ده لسه بحبها؟ انا بكره الرجاله يا ماما، بس انا شايف ان الرجاله كلها مش زي بعض. حب تاني. اوكي، ده بالنسبه للتريلر بتاع المسلسل. على فكره المسلسل ممكن يبقى حلو. احنا متعودين دايما ياسمين عبد العزيز بتعمل كوميدي، اول مره بالنسبه لي اشوف ان هي بتعمل حاجه دراما. يعني دايما متعودين ان هي تعمل كوميدي، حتى في الافلام دايما كوميدي. فالمسلسل على فكره شكله حلو ومتصور حلو، وحاسه برده كده مسلسل محترم يعني، بس مش عارف صراحه هتفرج عليه ولا لا. عشان اكون صريح معاكم، القفله بتاعت التريلر ما عجبتنيش. يعني حسيت ان القفله بتاعت التريلر فيها كروته، وكروته جامده كمان. يعني البانش لاين اللي هو طب ونحب تاني ليه، وبعد كده يقفلوا التريلر القفله دي، فده قمه الفصلان. يعني التريلر كان ماشي حلو والله، التريلر يعني مش افغاره، بس فعلا التريلر كان ماشي حلو لحد النهايه، وبعد كده اللي هو ونحب تاني ليه عشان يقفلوا التريلر مجرد ان هو اسم المسلسل ويقفلك ويحط الاسم المسلسل وخلاص على كده. طب ما كنت عملتوها كده حتى كده بالنهايه، يعني حطوا حاجه كده. المسلسل هيبقى فيه ياسمين عبد العزيز، وهيبقى فيه كريم فهمي، وهيبقى فيه شريف منير، وهيبقى فيه طلع عماد وسوسن بدر، وهيبقى فيه كارولين عزمي وممدوح الشناوي، وهيبقى من تاليف عمرو محمود ياسين، وهيبقى كمان من اخراج مصطفى فكري. نسبه ترقبي للمسلسل ده 4/10، مش اكتر من كده. ومعرفش برضو هتفرج عليه ولا لا، مش معنى ان انا اعطيته نسبه ترقب قليله مش ممكن اكون هتفرج عليه. زي ما قلت لكم لسه بالنسبه للفرجه على مسلسلات رمضان السنه دي، هعمل فيديو او هطلع لايف ان انا هجمع كل المسلسلات اللي هتفرج عليها وهطلع اقولها في الفيديو او في اللايف. هعمل كده فيديو اخير نهائي كده قبل ما السباق الرمضاني بتاع مسلسلات رمضان يبدا، هقول ان احنا هنتفرج على كذا وكذا وكذا وهنغطي المسلسلات دي. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن المسلسل ده. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا ريفولو على فيسبوك وتويتر وانستجرام، واشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.